أصدقائي معكم سامو. بهذا الفيديو أصدقائي موعد نزول تحديث السنة القمرية أو التحديث الصيني، وراح أوريكم بعض التسريبات نزلنا إياها اليوم بالإيميل. لكن أول شيء أصدقائي ادعموا بهذا الفيديو بلايك واشتراك وانشروه مع أصحابكم لحتى يتعرفوا على التحديث الجديد ويعرفوا الموعد. أوكي أصدقائي، فهذه أول صورة دزلنا إياها بالتسريبات. أصدقائي انتبهوا لللوجو قديش حلو، فوايد عجبني. أصدقائي مزلجات جديدة، شوفوا قديش حلوين. يلا نمر للتسريب الموالي. وهذول قاذفات جداد، الزرقة تعطي برد والخضرة تعطي النار، فهذول رح يساعدونا بالفريزينج فاين. وهذا أصدقائي أول حيوان معنا، نمر، شوفوه كثير حلو. ثاني حيوان هذا هو باللون الأزرق، وآخر حيوان هو هذا دراغون الصيني. فأنتوا رح تسألوني سامو متى تنزل هاي الحيوانات؟ رح تنزل بشهر 2 يوم 3. وأصدقائي هذول باقات جداد أو حزمات وايد أسطوريين. وأصدقائي هذه الصورة مع الباقة، شوفوا هذول الفانوس. أصدقائي هذه الصورة مع الباقة، شوفوا أصدقائي في شجرة جديدة، شوفوا في زحلوقة، وشوفوا أصدقائي هذاك شكله كرسي، وشوفوا خنزير، فأعتقد هذا راح يكون من أثاث البيت. وأصدقائي هذا اللوجو تبع التحديث الجديد، شوفوا به نمر ثلجي. وهسه موعد نزول تحديث الصيني أو تحديث السنة القمرية، على حسب ما قال دريد بوي أنه التحديث الحين لساته يعني في المراجعة، فيقدر ينزل. هذا بس تقدير معتقدات اللعبة ابتداء من اليوم لحد يوم السبت. وبس أصدقائي هيك بنكون خلصنا الفيديو تبعنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك، وبس مع السلامة.